بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على ازاي ان احنا نقدر نعمل فيديو تعليمي او درس تعليمي يفيد الاف الطلاب المصريين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي على موقع نفهم التعليمي ان شاء الله. اولا لازم نعرف البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه او اللي احنا هنسجل بيه. لو انت ضغطت على اللينك اللي هو هيظهر قدامك ده على الفيديو، او نزلت في المعلومات او الوصف اللي موجود اسفل الفيديو، هتلاقي اللينك بتاع برنامج اسمه كامتيشا ستوديو. لما بتفتح الموقع بتلاقيه بالشكل ده. هنا بتقدر بقى ان انت بتحط الايميل بتاعك، وبعد كده ستارت ويندوز داونلود، وبتقدر ان انت تنزل تنزل البرنامج ده عندك، وبعد كده بتسطبه على الجهاز بسهوله. بس خلي بالك ان هو بيشتغل فقط لمده 30 يوم. بعد ما بينزل البرنامج كامتيشا بتبص تلاقي شكله بيبقى بالشكل ده، بيظهر لك هنا بره على الديسكتوب، بتفتحه كالآتي. ده الشكل بتاع البرنامج بعد ما بتنزله عندك. ده بيبقى الشكل بتاع البرنامج. لو انا ضغطت له هنا كده هيعمل لي اللي هي ريكورد ذا سكرين. هو دلوقتي انا طبعا عشان شغال بالبرنامج ده، فانت لما بتعمل ريكورد ذا سكرين بيعمل ايه؟ بيعمل لك اطار كده عشان تقدر تحدد المنطقه بالظبط من الشاشه اللي انت هتقدر تسجلها. ده بالنسبه للبرنامج اللي هو بتاع كامتيشيا. وانت بتسطبه هيقول لك كده في خيار ان انت تربطه ب الباوربوينت بتاعك، فانت وافق عليه عشان يربط ده بالباوربوينت. وده بقى الحاجه الثانيه اللي احنا هنعملها حالا دلوقتي، وهو ان احنا هنضغط على اللينك اللي ظاهر قدامنا دلوقتي على الفيديو، او هننزل فيه المعلومات اسفل الفيديو، هنلاقي لينك نقدر ان احنا ننزل منه ملف باوربوينت. الملف ده هو اللي هيساعدنا ان احنا نقدر نعمل الدرس التعليمي ده بشكل صحيح. لو احنا نزلنا الملف الباوربوينت ده هنبص نلاقي موجود كالاتي. الملف اللي انت هتنزله هتلاقي فيه 6 سلايدز. هتلاقي الاولاني تقدر ان انت تكتب فيه العنوان بتاع الدرس. هو معمول بطريقه منظمه بحيث ان هي تناسب طبيعه ان هو يكون مناسب لدرس تعليم، تمام. فهتلاقي فيه 6 سلايدز كالاتي. هنا هتقدر تكتب العنوان بتاع الدرس. هنا لو في عندك اي عنوان فرعي هتكتبه، الروابط الكيميائيه وهكذا. لو في عنوان فرعي بتكتبه، مفيش عنوان فرعي مش بتكتبه. بعد كده بتقدر تكتب بقى العناوين اللي هي بتبقى ايه، بتتكلم بقى عن النقاط بتاعت الدرس، مثلا الرابطه التساهميه، الرابطه الايونيه وهكذا، مثلا اللي هي بقى انواع الروابط وهكذا. تقدر بقى ان انت تكتب برضه هنا بقى النص اللي انت عاوز بقى تكتبه، تعريف الرابطه الايونيه هي كذا كذا وهكذا. هنا بقى بتقدر ان انت لو في عندك اي مصطلحات، مثلا المصطلحات اللي هي العلميه، اي مصطلحات كانت في اي ماده، فبتقدر ان انت تكتب هنا اسم المصطلح وبتكتب هنا التعريف بالمصطلح ده. هنا بتقدر ان انت بقى تكتب الخلاصه او الملخص بتاع الدرس اللي انت شرحته. بتقول في نقاط اساسيه كده، في 3 4 نقاط، ان احنا النقاط الاساسيه اللي احنا بنركز عليها او اللي الدرس ده بيدور حولها هي كذا وكذا وكذا. 3 نقاط دول عشان بتعرف الطالب ان هي ايه هي النقاط الاساسيه اللي شرحتها في الدرس ده. اسمها الخلاصة اللي هي الصفحة الزرقاء دي. الصفحة اللي الخلفية بتاعتها صفرة، هنا بتحط له مثلا سؤال أو 2، بتسأله بقى في إطار الدرس عشان تشوف مدى ما فهمه الطالب من خلال الشرح بتاعك أو المتلقي، وبتكتب له بقى السؤال هنا وبتكتب الإجابة بتاعته هنا، وبتنتهي هذه السلايدز بالخلفية أو اللوجو بتاع موقع نفهم التعليمي. بتقدر ان انت احنا دلوقتي نزلنا البرنامج بتاع كامتيشيا، ونزلنا اللي هي التمبلت دي او ملف الباوربوينت ده، وملينا الماده العلميه بتاعتنا وظبطناها. بعد كده احنا بقى جاهزين عاوزين نسجل بقى الدرس ده بصوتنا، تمام. فبنعمل ايه؟ بتروح داخل هنا كده عند عشان تريكورد بقى الدرس ده، وبتضغط هنا كده عشان يبدا ان هو يريكورد معاك، تمام. لو انا دست له كليك دلوقتي هيبدا ان هو هيوسع لي الشاشه دي كده خالص، او هيوسع لي الباوربوينت ده كده، هيبقى شكله كبير وهيبدا ان هو يسجل معايا. طبعا بقى هبدا اقلب بقى في الحاجات اللي احنا كاتبينها، وعشان ابدا بقى تبدا ان انت بقى تشرح الدرس بصوتك، وتعدي بقى على كل الحاجات، كل الماده العلميه اللي انت كاتبها بملخصها باسئلتها بكل حاجه، مع اخر سلايد
بتدوسها هو خلاص مع نفسه بيبدأ يحفظ لك الدرس بتاعك. انت بقى بتحدد له بقى اذا كان مثلا هتحفظه على الديسكتوب او على اي مكان بعد كده عشان تقدر ان انت ترفع لنا الدرس ده. كمان في حاجة مهمة جدا، وهي مثلا لو انت عاوز تستخدم قلم الكتروني، تمام؟ لو انت عاوز تستخدم ايه؟ قلم الكتروني، فبتروح عامل ايه؟ بتروح دايس على لوحة المفاتيح كنترول وبي، فبيقلب لك على طول قلم الكتروني. بتروح دايس له كنترول وبي فبيقلب لك قلم الكتروني، تقدر ان انت او بيتيح لك الكتابه على الباوربوينت اثناء الشرح مثلا. دلوقتي لو انت حتى ما عندكش قلم الكتروني ممكن بتستعمل ماوس زي ما انا بكتب بيه حالا دلوقتي، عشان نعرفك طريقه الكتابه بتاعته بتبقى ازاي. مثلا درس تعليمي، تمام؟ دي كده الكتابه دي مش بالقلم، دي كده الكتابه دي بالماوس، وبيبقى مناسب اكتر مثلا للحاجات بتاعت الرياضيات بتاعت الاطفال، مش عارف المعادلات الرياضيه بيبقى مناسب فيها قوي. مثلا لو انا قلت له مثلا 12 زائد 13، دي كده كتابه بالماوس، ماشي؟ طبعا بالقلم الالكتروني بقى بيبقى الكتابه بتبقى كانك بتكتب بقلم عادي بقى، خلاص بيبقى الموضوع شكله كويس. بس ده انا بكتب لك بالماوس دلوقتي عشان اعرفك الطريقه السهله اللي انت تقدر تكتب بيها، او الشكل بيبقى ازاي لو انت حبيت تستخدم ان انت عاوز تكتب على الدرس وانت بتشرحه. وبعد كده زي ما احنا قلنا مع اخر سلايد بنعملها يبدا ان هو يسيف لنا الصوت بالصوره، بيسيفه على هيئه فيديو بعد ما اللي هو البرنامج كامتيشيا ما بننهي هذا الدرس. بعد كده انت دلوقتي عاوز بقى ترفع الموقع الدرس التعليمي اللي انت عملته ده على موقع نفهم، اما ان انت بتدخل عندنا هنا على الموقع وبتقدر ان انت ترفعه لنا. هتلاقي هنا في اداة تقدر ان انت ترفع منها الفيديو بتاعك، او ان انت بترفعه لنا مباشرة على الايميل اللي بيظهر قدامك دلوقتي على الفيديو اللي هو content@nafham.com، او برضو الايميل اللي انت هتلاقيه تحت اسفل الفيديو او في المعلومات اسفل الفيديو. هتقدر ان انت بقى تبعت لنا الدرس ونقدر ان احنا نرفع الدرس ده باسمك عشان يستفيد منه الاف الطلاب المصريين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي على موقع نفهم ان شاء الله. في انتظار مشاركاتكم وتفاعلاتكم معانا، نفهم نتعلم ببساطة.